السلام عليكم، انا شيماء. هنعمل مع بعض النهارده بانيه مقرمش من بره طري من جوه، حلو قوي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. والمقادير بسيطه قوي، معانا كيلو بانيه، بقطع الصدر حوالي 6 قطع، ولا سميكه ولا رفيعه، وفي بولة 1.5 كوباية حليب نغمر بيهم البانيه، ربع كوباية خل، نص معلقة ملح، رشة فلفل، في التلاجة مدة ساعتين، 3 كوبايات كورن فليكس، مطحون في الكبة، نص طحنة زي ما انتوا شايفين، 1 كوباية بقسماط خشن، معلقة كركم، معلقة بهار مشكل، معلقة بهار فراخ، معلقة ونص زنجبيل، معلقة بصل بودر، معلقة بابريكا، معلقة ثوم، معلقة ملح، رشة فلفل. نقلب المكونات كويس لحد ما تتجانس مع بعض. في بولة تانية 1 كوباية دقيق نغلف بيها البانيه، 2 بيضتين، نص معلقة ملح، رشة فلفل، 1/4 كوباية حليب ننزل لحد ما نخفق بيهم البيض ويتجانس كويس جدا، وناخد البانيه نحطه في خليط البيض والحليب من الناحيتين، بعد كده في التغليفة بتاعتنا، ودي اهم خطوة احنا لازم نغلفها كويس جدا ونتأكد ان هي اتغلفت زي ما انتوا شايفين كده من كل الجهات. باننا نضغط كويس جدا بايدينا، نضغط على قد ما نقدر زي ما انتوا شايفين، لان ده اللي بيخليها ما تعملش قشرة، وشكلها زي ما انتوا شايفين متماسك كده. تدخل فريزر حوالي ساعة قبل القلي، وفي زيت عميق. وبالهنا والشفا، يا رب يعجبكم، حلو قوي. مقرمش جدا زي ما انتم سامعين، حلو قوي كده في سندوتش خاص طماطم كاتشب. وبالهنا والشفا على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.